نعم. إذا مراد بن حمزة ينظر إلى الساعة أمامكم، شاعت إشارة انطلاق هذا اللقاء هام للفريقين الأفريقي لمواصلة العودة القوية وتأكيدها مع المدرب رود كرول والملعب التونسي للخروج من المرتبة الأخيرة وانطلاق اللقاء هنا في ملعب المرحوم الهادي النجر بين الملعب التونسي والنادي الافريقي. سيف القاع بحذاه بلال عيفة ياخذ الكره، وعلى اليمين موجود سليمان كوليبالي، لكن العيفة يلعب كره طويله في اتجاه عماد المنياوي، راسيه من علاء الدين البوسليمي ترجع لصالح الملعب التونسي، كره في العمق عاليه بلال عيفة في المتابعه، بلال عيفة في المتابعه مع الشيخ محمد توري يربح ضربه مرمى. هو على الدين سيف الدين العكرمي امامكم، عاطف التخيلي يلعب كره مع بين العيفة، 1-2 بين التخيلي والعيفة، دقيقه على انطلاق هذا اللقاء دربي العاصمه بين الافريقي والملعب التونسي. ما فماش مخالفه، يقول الحكم مراد بن حمزه ترجع الكره للافريقي ثم تعود لصالح الملعب التونسي. زياد العونلي تبع هذه الهجوم، هذه العمليه تقطع الكره من جانب النادي الافريقي. بسام السرار في لاعب قادم من شبان الملعب التونسي يحمل قميص الافريقي، محاوله التسديد والمباغته من بعيد وترجع لصالح الملعب التونسي ثم تعود بسام الحدادي العائد بعد غياب طويل لتشكيله الافريقي بسبب الاصابه. سيف الدين العكرمي امامكم يحط الكره بصدره في الركنيه بعد توزيعها من حدادي امامكم، اعاده العكرمي بصدره يحط الكره في الركنيه، اخف الضررين لمدافع الملعب التونسي سيف الدين العكرمي، ركنيه على يسار الحارس قيس العمدوني تتنفذ مقوسه في القائم الاول ترجع من حمدي رويد تعود لصالح الملعب التونسي. اما التغطيه من سيف القاع امامكم، وسام الحدادي حامل قميص رقم 3 هذا عماد المنياوي، 3 دقائق على انطلاق المباراه. سيف الدين العكرمي مش يلعب التماس لصالح الملعب التونسي، يلعب الكره مع زياد العنلي، تمشي كول على يسار دفاع النادي الافريقي. جاسم الخميري، ما يتعداش، قص الكره في مناسبه اولى ترجع هذه راسيه من سيف القاع هذه المره تعود لصالح الملعب التونسي. ثم تقطع من جديد وترجع لصالح النادي الافريقي من وسام بن يحيى، والتغطية من علاء الدين البوسليمي امامكم، مدافع سبق له تقمص ازياء الافريقي ثم تحول اللعب الى قفصة. نلقاو اليوم مع الملعب التونسي في هذه المباراة في هذا الموسم كرة طويلة في اتجاه عماد المنياوي، لكن تمشي على الجهة اليسار وين موجود بسام السرافي وتخرج التماس لصالح النادي الافريقي، يتلفت التماس من سليمان كوليبالي ماهر كنزاري مدرب الملعب التونسي. ننتظر تنفيذ هذا التماس لصالح النادي الافريقي ولا الكره الثابته مخالفه. بسام السرافي هو اللي مشيت ولا تنفيذ المخالفه لصالح النادي الافريقي. 5 دقائق على انطلاق الشوط الاول من اللقاء، التعادل دون اهداف، تتنفذ الكره في محور دفاع الملعب التونسي ترجع من البوسليمي، فما مخالفه
خلفه ضد النادي الافريقي. قيس العمدون يلعب الكره، هي اعاده لعمليه المخالفه. شوفوا ساق سيف القاع مع الأدين المسلمي، تغطية، الحكم يعطي أسبقية اللعب، التحضير اختيله وخروج عاد في الدخيلي، كانت عملية اختيله لصالح الملعب التونسي لكن مسبوقة بتسلل، عاد في الدخيلي أمامكم يرجع الكرة، مازالت متواصلة العملية لصالح النادي الإفريقي. من عبد القادر الوسلاتي ترجع وسام الحدادي الوسلاتي رقم 17 طلب الكرة، وسلاتي وعبد القادر الوسلاتي يلعب مع الحدادي، 1-2 في مناطق الملعب التونسي. تسديد، ترجع فرصة هدف الافريقي، الضيعة بطريقة غريبة، على النادي الافريقي في الدقيقة السادسة من هذا الشوط الأول. فرصة التهديف ضاعت على النادي الافريقي بعد هذه العملية شاهدته مليح. هاي إعادة، تسديدة من عبد القادر الوسلاتي ترجع بصعوبة من حارس قيس العمدوني، وسوء تفاهم بين عماد المنياوي وبسام الصرافي، ضاعت الفرصة الأولى على الافريقي في هذه الدقيقة السابعة منذ انطلاق الشوط الأول من المباراة. سيف القاع يلعب كرة طويلة، ثم التغطية من حامل القميص رقم 13 محمد بن علي، مدافع شاب ظهير أيمن. عبد القادر الوسلاتي ما يخلص الكرة، ترجع من جديد سيف القاع والدفع، ثم مخالفة، ضد سيف القاع، يربحها الشيخ محمد توري، إعادة بالعرض البطيء، الشيخ محمد توري يربح مخالفة لصالح الملعب التونسي وتنفيذ لحمد الرويد. أمامكم حمد الرويد باش يتولى التنفيذ، هذه المخالفة يلعب كرة، كانت كرة مع مارسيل كواسي، يو هذه كرة في العمق على الشيخ محمد توري في دين الحرس عاطف الدخيلي. فرصة وحيدة للتهديف كانت واضحة إلى حد الآن، 8 دقائق لعب، جات من جانب النادي الإفريقي. عبد القادر الوسلاتي، يتبع فيه محمد بن علي، يعمل مراوغة، يسدد وترجع الكرة من جديد لصالح الملعب التونسي. ترجع للملعب التونسي سليم جديد، والتغطية هذه المرة الدفاع الافريقي، تبعوا العملية مقوسة، ممتاز قيس العمدوني، بعد هذه التسديدة المباغتة من بسام السرارفي. شوفوا فنياته بداخل الرجل، كاد يغالط الحارس قيس العمدوني، ها بسام السرارفي كنا نحكيو عليه منذ قليل، ها أمامكم ركنية على يمين الحارس قيس العمدوني تتلفت وترجع لصالح الملعب التونسي. كان التنفيذ من ابراهيم الشناحي، تقص وترجع لصالح الاحمر والابيض من مبكر الجرى، بعيد على عبد القادر الوسلاتي ما خدش كوره، او ابراهيم الشناحي امامكم على الصوره، الجزائري مهاجم الملعب التونسي، المدرب المساعد الاول للنادي الافريقي محرز بن علي المدافع السابق للفريق. الحدادي لكن فما قبلها مخالفه، يربحها الشيخ محمد توري امامكم، شوفوا صعود سيف القاع، فما دفع من الخلف على الشيخ محمد توري. تحيه الى جماهير الفريقين اللي تابعوا في المباراه من خلال القناه الوطنيه الاولى. هذا الظهير الايمن للملعب التونسي مدافع محمد بن علي، كره مباشره ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي،
امامكم صاحب التنفيذ الكره الاخيره جيسل الخميري. عاطف التخيلي باش يلعب ضربه المرمى لصالح النادي الافريقي. 10 دقائق على انطلاق هذا الشوط الاول، لا تغيير في النتيجه، ما زال التعادل دون اهداف بين الفريقين. سيف الثقاف التغطيه يلعب مع اسامه الحدادي، ما تعداش كره الحدادي، ترجع الشيخ محمد توري لغنالي كلب الكره، توزع يخرج عاطف التخيلي ياخذ كورتو، ترجع عبد القادر الوسطي رقم 17 حامل القميص رقم 17 من جانب النادي الافريقي يلعب مع بلال العيفة. بلال العيفة سليمان كوليبالي ما زالت العملية متواصلة. ابراهيم الشناحي، ابراهيم الشناحي ترجع لصالح الملعب التونسي، ياخذها الشيخ محمد توري، بلال العيفة، سليمان كوليبالي، كوليبالي مخطئ الكرة، ترجع لصالح الملعب التونسي، ترجع لصالح الملعب التونسي، والتغطية من الحدادي، عبد القادر الوسلاتي، عبد القادر الوسلاتي، والكرة تعود لصالح الملعب التونسي عن طريق مارسيال كواسي، ثم علاء الدين الموسيمي في التغطية الشيخ محمد توري. ترجع مرة أخرى، مازال ما ارتقاش مستوى اللعب إلى الدرجة اللي انتظرناها إلى حد الآن، ولإعادة تدخل الشيخ محمد توري مع سليمان كوليبالي في هذه العملية. ترجع من جرى حدادي، جرى إبراهيم الشنيحي، سيف الثقة، سليمان كوليبالي يلعب كرة لكن على أدين المسلمة في التغطية، تعود لصالح الملعب التونسي. مارسيال كواسي، شيخ محمد توري، مارسيال كواسي تبادل الكرات القصيرة من جانب الملعب التونسي، تقطع وترجع عماد المنياوي. عماد المنياوي سريع في مناطق الملعب التونسي، يوزع راسية، هدف، الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي، هدف أول لصالح النادي الإفريقي بتسديدة رأسية، هدف جميل، هدف جميل، هدف جميل. هاي إعادة بإمضاء إبراهيم الشنيحي، تسديدة رأسية، هاي إعادة عماد المنياوي، وإبراهيم الشنيحي يفتتح النتيجة في الدقيقة 13 لصالح النادي الافريقي. هدف مقابل الشيء الاسبقي الافريقي، صعب الهدف امامكم على الصوره، عدد قليل من احباء الافريقي على مدارج ملعب المرحوم الهادي النايفر. بعد هدف ابراهيم الشنيحي في شباك الحارس قيس العمدوني، الاسبقيه في التهديف الى الفريق، تسديده، هدف التعادل، هدف ممتاز ممتاز ممتاز. شيخ محمد توري، شيخ محمد توري يرد في اقل من دقيقة، تسديد على الطاير، شيخ محمد توري، ها هو امامكم هدف رائع، هدف التعادل. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة كيف ما جات الكرة، خذاها تسديد على يمين عاطف التخيلي، ما خلى له حتى مجال باش يتسدى، والله هدف جميل جدا. شوفوا الإعادة مرة أخرى، حتى امكانيه للحارس عاطف التخيلي باش يتصدى، هدف التعادل في اقل من دقيقه بامضاء الشيخ محمد توري، دقيقه 14. وهذاك علاش قلنا في اول المصافحه، قلنا لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات. الشيخ محمد توري يعدل النتيجه لصالح الملعب التونسي في اقل من دقيقه لعب، بعد هدف ابراهيم الشنيحي. هذا التسابق والتلاحق اللي حكينا عليه في مباراه الفريقين
هذا التنافس، هذا التشويق اللي قلناه في أول مصافحة يتأكد بعد هدف أول إبراهيم الشناحي وهدف تعادل للشيخ محمد توري المالي. بسام الصرافي، بسام الصرافي يرتفع على سق اللعب، يرتفع على سق اللعب من الجانبين. ثلاث أهداف في أقل من دقيقتين، هدف الإفريقي وهدف تعادل الملعب التونسي، الأول بإمضاء إبراهيم الشناحي والثاني للمالي الشيخ محمد توري. ننتظر الكثير من هذا اللقاء، لقاء الجارين الإفريقي والملعب التونسي. بوسيم يقسمون، لكن مراد بن حمزه حكم المباراة يقول فما مخالفة، مخالفة لصالح النادي الإفريقي. هدف جميل بإمضاء الشيخ محمد توري، يعني كورة كيف ما جات على الطاير باليمين، تسديد على يمين عاطف الدخيلي ما خلاله حتى مجال باش يتسدى، كورة كانت صعيبة ومباركة. الأهم أنها كانت مباركة، يعني ما كانش عاطف الدخيلي ينتظر التسديد من الشيخ محمد توري، باعتباره أنه الشيخ محمد توري كان اعتذاره للحارس الإفريقي اللي جات الكورة أخذها كيف ما جات، سدد بقوة عدل النتيجة. وسام بن يحيى ما زالت يصالح النادي الإفريقي. إبراهيم الشناحي صاحب الهدف، هدف الإفريقي. أسامة الحدادي، مارسيال كواسي، حمدي رويد في التغطية، ارتفع على سق المباراة بعد هالزوز أهداف. توزيعة طويلة في العمق في اتجاه الشيخ محمد توري، يعمل تغطية على الدخيلي ويربح ضربة مرمى. 17 دقيقة لعب إلى حد الآن، التعادل هدف لهدف بين الجارين في درب العاصمة، بين العريقين الملعب التونسي والإفريقي. والتحية لأحباء الفريقين اللي تابعوا في المباراة من خلال القناة الوطنية الأولى في هذا اللقاء اللي يحمل رقم 118 في تاريخ لقاء الفريقين لحساب البطولة الوطنية. 117 لقاء سابق، أسبقية فيها كان الإفريقي 63 انتصار مقابل 16 انتصار للملعب التونسي، و 38 لقاء انتهى بالتعادل. تبع العملية زاد العنالي، ما تعدتش الكرة، ترجع لصالح النادي الإفريقي. فما مخالفة يقول مراد بن حمزة لصالح الملعب التونسي ضد وسام بن يحيى. هكذا كان قرار مراد بن حمزة، شفتوه كان قريب من العملية، شاهد العملية عن قرب وأعلن على مخالفة لصالح الملعب التونسي. إعادة كانت الكورة لصالح الملعب التونسي. شوفوا الهدف، شوفوا التسديدة، شوفوا الروعة في التسديد من الشيخ محمد توري، هدف التعادل في أقل من دقيقة الملعب التونسي. يعني سجل هدف الإفريقي، تلعبت الكورة في وسط الميدان، عد الملعب التونسي النتيجة. مخالفة وكرة ثابتة لصالح الملعب التونسي. منياوي الوسلاتي، سليمان كوليبالي العيفة في التغطية، وكرة فوق مرمى الحارس عاطف الدخيلي. دينا نقرب من دقيقة 20 من هذا الشوط الأول، التعادل هدف لهدف بين البقلاوة والإفريقي في هذا اللقاء المتأخر لحساب الجولة الأولى. إياب، زوج لقاءات تلعب اليوم، ملعب القفصي النادي الصفاقسي، ملعب تونسي الإفريقي، ستة لقاءات دارت لحساب هذه الجولة وتسجلت خلالها ستة أهداف. الحكم يطلب إعادة تنفيذ المخالفة لصالح الملعب التونسي، تتلفت لأبناء المدرب ماهر الكنزاري. تابعوا العملية، كانت كورة عند محمد الصغير والمخالفة. مراد بن حمزة أمامكم، وإعادة سليم جديد كان بين زوج لاعبين، بين عبد القادر الوسلاتي
وجرى المخالفة، يقول مراد بن حمزة لصالح الملعب التونسي. ما تبعدش برشا على مرمى الحارس عاطف الدخيلي، 20 دقيقة لعب إلى حد الآن، التعادل هدف لهدف. تتلعب الكرة تبع العملية والتلفزيون عاطف الدخيلي. كانت محاولة من جانب الملعب التونسي، عاطف الدخيلي في التنفيذ يلعب كرة طويلة مع عماد المنيوي، ترويض محكم من عماد المنيوي، لكن ترجع الكرة من جاسر الخميري. المنيوي أمامكم طلب بمخالفة، الحكم مراد بن حمزة يقول ما فماش مخالفة، ترجع الكرة لصالح الملعب التونسي. كوليبالي في التغطية، محاولة للمباغتة والتسديد، لكن تخرج الكرة. تنس لصالح الملعب التونسي، التنفيذ للظهير الأيمن محمد بن علي. محمد بن علي يلعب التماس مع الشيخ محمد طوري، وتخرج الكرة ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. أمامكم كنتوا تشاهدوا في سبيل الجديد وإعادة للعملية اللي طلب على أثر عماد البنيوي بمخالفة، شاهدتوها بالعرض البطيء. عاطف الدخيلي يلعب ضربة مرمى طويلة في اتجاه عبد القادر الوسيلتي، لكن تخرج تناس لصالح الملعب التونسي، والتنفيذ سيكون طبعا للظهير الأيمن محمد بن علي. هو أمامكم التشكيل النتيجة الحالية لهذا اللقاء بين الملعب التونسي والإفريقي، 1-1. هدف أول لإبراهيم الشنيحي في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 14 هدف التعادل عن طريق الشيخ محمد توري المالي. عاطف الدخيلي أمامكم، حارس الإفريقي، حارس شاب، تمس لصالح الملعب التونسي على الجهة اليسرى لدفاع النادي الإفريقي. محمد بن علي أمامكم، هو اللي باش يتولى تنفيذ التماس لصالح ابناء باردو. ما زالت الكرة لصالح الملعب التونسي، تتقص عن طريق عماد المنياوي، يعكس الهجوم لصالح النادي الإفريقي. عماد المنياوي يلعب مع وسام بن يحيى قائد الفريق، يعمل مراوغة، يحط كرة لسليمان كوليبالي. سليمان كوليبالي المالي، مازالت عنده كرة، كوليبالي يرتاح في اتجاه عماد المنياوي، والمتابعة من حمدي رويد. حمدي رويد يحط كرة، لكن إشارة من الحكم المساعد الثاني فاروق بن فرحات يقول التماس لصالح النادي الإفريقي، لصالح الملعب التونسي. بعد ما كانت اعتقد الجميع ان الكره الافريقي، الحكم المساعد الثاني كان الاقرب، صفر تماس الملعب التونسي، والتنفيذ لي على الدين بوسيمي امامكم. يلعب التماس ثم تدخل من حمدي رويد مره اولى ومره ثانيه، الكره تعود لصالح النادي الافريقي او حمدي رويد الى جانب عماد المنياوي، يتلعب التماس. جرى سيف تقاع، وسام الحدادي مطالبة بمخالفة، ومخالفة يقول مراد بن حمزة ضد الخميري. أمامكم حامل قميص رقم 20 وانذر جاسر الخميري، يرفع في وجه الانذار للحكم مراد بن حمزة. هاي إعادة لعملية المخالفة، شوفوا تدخل كان من الخلف، مخالفة كانت صحيحة ضد الملعب التونسي. هذا قيس العمدوني، عبد القادر الوسيتي باش يتولى التنفيذ. كرة ثابتة لصالح النادي الإفريقي، تتنفذ مقوسة في القائمة الثاني، ياخذها دون صعوبة دون عناء قيس العمدوني، حارس مرمى الملعب التونسي. ترجع طويلة الكرة
على يسار دفاع النادي الافريقي المدرب ماهر الكنزاري، وسام الحداد يلعب التماس، ابراهيم الشنيحي صاحب هدف الافريقي، ترجع الكره لصالح الملعب التونسي من سليم جديد، ثم مارسيال كواسي، حمدي رويد قاعد يقوم بالتكتيك كيف يلزم، وسليمان كوليبالي بدوره يغطي على حارس مرماه عاطف الدخيلي. 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، النتيجة تعادل هدف لهدف بين الملعب التونسي وضيفه النادي الإفريقي هنا في ملعب المرحوم هذه النيفر، برضو هدف أول لإبراهيم الشنيحي وهدف التعادل للشيخ محمد توري. يعكس الهجوم لصالح الملعب التونسي، ما فماش مخالفة يقول مراد بن حمزة، تعود لصالح النادي الإفريقي. دراه يلعب مع عماد المنياوي، سريع الهجوم، منياوي شنيحي يتلم الكره، خرج قبل قيس العمدوني وخذا كورته، كره طويله مباشره العطف الدخيلي، هي اعاده العمليه اللي تطالب على اثر ابناء الملعب التونسي بمخالفه. ترجع الكرة لصالح النادي الافريقي، لكن في التغطية فما على الأدين المسلمي. وإعادة للعملية اللي طالب على أثر الملعب التونسي بمخالفة. ترجع الكرة طويلة لصالح النادي الافريقي، وسام الحدادي. سامر الحدادي الوستاتي رأسية، الحدادي يطيح يقولوا ما فماش مخالفة، مراد بن حمزة ترجع كرة طويلة مباشرة للحارس عطف الدخيلي. سليمان كوليبالي يلعب مع بلال العيفة، هذا الدخيلي أمامكم، سيف تقاع، سيف تقاع في محور الدفاع مع بلال العيفة، علي من كوليبالي على يسار الحدادي، تبعوا العملية إبراهيم الشناحي صاحب هدف النادي الافريقي، بينما الشيخ محمد توري هو من عدل النتيجه للملعب التونسي. مراد بن حمزه حكم الساحه يقول مخالفه، هاي اعاده من قريب لعمليه المخالفه اللي صفرها الحكم مراد بن حمزه، والتنفيذ سيكون لوسام بن يحيى. وسام بن يحيى باش يتولى تنفيذ الكرة الثابتة الافريقي. 28 دقيقة لعب إلى حد الآن، التعادل هدف لهدف بين الملعب التونسي والنادي الافريقي. وسام بن يحيى ينفذ مقوسة في القائم الثاني، ياخذها قيس العمدوني. قيس العمدوني ياخذ الكرة، حارس الملعب التونسي أمامكم، ويرجعها لعلاء الدين البوسليمي، تمشي لسيف الدين العكرمي. تماس لصالح الملعب التونسي، وإعادة كانت عند مارسيال كواسي، ترجع لصالح الملعب التونسي، خطيرة وخروج الحارس عاطف الدخيلي، كانت خطيرة العملية أو عاطف الدخيلي أمامكم، يعكس الهجوم على الدين المسلمي في التغطية، بعدها حمدي الويد يرجع الكرة الشيخ محمد توري، مارسيال كواسي، سيف الدين العكرمي في وضعية تسلل بعد إشارة من الحكم المساعد الأول بن حسن نجار. هاو سيف الدين العكرمي الظهير الأيسر للملعب التونسي في محور الدفاع، لقوا ثلاثة لاعبين، الخميري رويد والبوسليمي، على اليمين محمد بن علي، وعلى اليسار سيف الدين العكرمي. سيف تقاء مخالفة ضد بوكر جراء، وهذا محمد الصغير الجلاسي حامل القميص رقم 7 يلعب مع محمد بن علي.
لخبطة على مستوى القائمة، قائمة اللاعبين قاعدين نصبحوا فيها وحدنا خروج عاطف الدخيلي قدام زياد العنلي على ورقة التحكيم محمد الصغير الجلاسي يحمل رقم 18 لكن على الميدان يحمل القميص رقم 7 أسامة الحدادي. بسام السرافي والكرة تماس لصالح نادي افريقيا. امامكم المدافع الشاب الظهير الايمن الملعب التونسي محمد بن علي الى جانب بسام السرافي وهذا اسامه الحدادي والتوقيت 31 دقيقة والنتيجة تعادل هدف لهدف بين الفريقين. ابراهيم الشنيحي خذ الاسبقية للنادي الافريقي في الدقيقة 13 من هذا الشوط والشيخ محمد طولي المالي عدل في اقل من دقيقة لصالح الملعب التونسي بهدف جميل. محمد بن علي مش يلعب التماس لصالح الملعب التونسي يلعب الكرة ترجع من وسام بن يحيى فما دفع من زياد العنلي مخالفة لصالح النادي الافريقي والاعادة اكثر وضوح. شوفوا الدفع باليد اليسرى من زياد العنلي ترجع لصالح النادي الافريقي. باهي العمليه طويله من وسام بن يحيى باتجاه عماد المنياوي فما رياح قاعده تاثر من جديد لصالح النادي الافريقي. وسام بن يحيى يعمل مراوغه اولى باهي التحذير زراع مازالت عنده الكره يعمل مراوغه دفع على وسام بن يحيى محمد الصغير جلاسي كان واضح بالكتف لفائدة من النقاش. شوفوا العملية تشوفوا الصورة كانت واضحة دفع محمد الصغير جلاسي حامل القميص رقم 7 بالكتف لسار بكل قوة مخالفة موجودة حسب الصورة والصورة كانت واضحة تمام الوضوح. محمد الصغير الجلاسي امامكم على الصوره مرتكب المخالفه وهذا قيس العمدوني حارس مرمى الملعب التونسي. التوقيت 33 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول التعادل هدف لهدف بين الافريقي ومضيف الملعب التونسي. لقاء الجري عبد القادر الوسلاتي باش يتولى تنفيذ المخالفه لصالح النادي الافريقي. ننتظر التنفيذ. هذه مخالفة لصالح النادي الافريقي من عبد القادر الوسلاتي تتلفظ تضرب في جدار الدفاع وترجع بسام السرافي حلوه لعبد القادر الوسلاتي في مناطق الملعب التونسي التحذير حمدي الويت في التغطية ترجع من جديد لبسام السرافي وتمس لصالح النادي الافريقي. سليمان كوليبالي سيف تقاع وسام الحدادي بسام السرافي والكرة تماس لصالح النادي الافريقي بإشارة من الحكم المساعد الأول بالحسن نجار. إعادة لتدخل حمدي رويد في هذه العملية الأخيرة لصالح النادي الافريقي. سليمان كوليبالي وسام بن يحيى بلال العيفة سيف القاء سيف القاء مرة أخرى بلال اللعيفة 1-2 مع سيف القاء. وسام الحدادي يرجع للقاء مرة أخرى كرة في العمق طويلة لعماد المنياوي مع حمدي الويد ترجع قدام بسام السرافي وفي التغطية فما محمد بن علي حلو وياسر. شوفوا التحضير والتمرير من بسام السرافي فنية كبيرة لهذا اللاعب الشاب. شوفوا الطريقة اللي عدى بها التمريرة جراء حب يحضر وسام بن يحيى لكن تتقص وترجع لصالح الملعب التونسي. هجوم سريع ومعاكس سيف الدين العكرمي سليمان كوليبالي في التغطية والتماس لصالح النادي الافريقي بإشارة من الحكم المساعد الثاني فاروق بن فرحات.
سليمان كوليبالي 35 دقيقة لعب إلى حد الآن، ما زالت النتيجة تعادل هدف لهدف بين الفريقين. ما زالت الإفريقي كرة، فماش مخالفة يقول الحكم مراد بن حمزة. ترجع من محمد صغير جلاسي، حلب يلعب مع الشيخ محمد توري، تقص الكرة وتمشي طويلة في اتجاه عماد المنياوي، والمتابعة دائما من حمدي رويد على عماد المنياوي. هذا حمدي رويد أمامكم يشكو من إصابة، إن شاء الله لاباس. قائد فريق الملعب التونسي عبد القادر الوسطاتي، سليمان كوليبالي يرفع كرة عالية لبسام السرار في رأسية وسام بن يحيى، ومعها ديارا يسدد جانبية، جانبية لمرمى الحارس قيس العمدوني. كانت فرصة لصالح النادي الإفريقي، شوفوا التحذير من بسام السرارفي والتسديدة الجانبية لمرمى الحارس قيس العمدوني. مازال متأثر بالإصابة حمدي رويد، ملقى على أرضية الميدان يبدو. إن شاء الله لاباس لمدافع وقائد فريق الملعب التونسي. هاي الإصابة كيف شدات بعد كرة بينه وبين عماد المنياوي. حمدي رويد ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله لاباس. وهذا مدرب ماهر الكنزاري، مدرب الملعب التونسي، لاعب سبق له، حمل قميص وازياء هذا الفريق العريق الملعب التونسي. ماهر الكنزاري قميص ازياء الترجي ايضا، لاعب دولي سابق. واعاده لعمليه الهدف، هدف ابراهيم الشنيحي في الدقيقة 13 من الشوط الأول، ثم هدف التعادل عن طريق الشيخ محمد توري. تبع العملية لصالح الملعب التونسي، تسديدة ما كانتش قوية، ما كانتش صعيبة، الكرة للحارس عادت في الدخيل، ترجع لصالح النادي الإفريقي عن طريق الجراء. شوفوا الجراء على الميدان يحمل قميص رقم 11، وعلى ورقة التحكيم موجود 9. عبد القادر الوسطاتي يلعب مع سليمان كوليبالي، سليمان كوليبالي مع المنياوي، قبله على الدين بوسليمي، ترجع من سيف الدين العكرمي. العكرمي ما زالت عنده كرة، يتبع فيه الوسطاتي والشنيحي. سليمان كوليبالي الظهير الأيمن الأفريقي يلعب التماس مع وسام بن يحيى، ثم العيفة سيف تقاء وسام الحدادي. ديارا يرجع للتقاء، سيف تقاء يلعب مع بلال العيفة، ثم سليمان كوليبالي. 39 دقيقة لعب، يعني 6 دقائق ما زالت تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. التعادل هدف لهدف بين النادي الإفريقي ومضيفه الملعب التونسي، هدف لابراهيم الشنيحي في الدقيقة 13، وهدف التعادل للشيخ محمد توري. بسام السرار فتيح يلمح مخالفة، والحكم يرفع أنذار في وجه مرتكب المخالفة محمد بن علي. أمامكم الظهير الأيمن يرتكب المخالفة على بسام السرار في إعادة لعملية المخالفة المرتكبة من محمد بن علي. سيف تقا يلعب مع سليمان كوليبالي، كوليبالي يرجع لتقا مرة أخرى، تمشي الكرة في اتجاه بسام السرارفي. بسام السرارفي يلعب مع وسام بن يحيى، سليمان كوليبالي، سليمان كوليبالي مازالت عنده الكرة، يلعب مع الوسطاتي، يدور بالكرة عبد القادر الوسطاتي، ويرجع لسليمان كوليبالي، تتوزع تضرب في سيف الدين العكرمي. ترجع من مارسيال كواسياو، لوا من الشيخ محمد توري، بلال العيفة في التغطية، ثم مارسيال، مارسيال كواسي. المخالفة يقول مراد بن حمزة لصالح الملعب التونسي.
40 دقيقة لعب واضحة المخالفة، فما خطأ مرتكب من جراء على مارسيال كوسي، الصورة كانت واضحة. مخالفة لصالح الملعب التونسي وإعادة للعملية، كانت الكرة عند زياد العلالي. مخالفة لأبناء المدرب ماهر الكنزاري. 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. التعادل هدف لهدف بين الفريقين، الملعب التونسي والنادي الإفريقي. سيف الدين العكرمي، التحذير من مارسيال كواسي، حمدي رويد رأسية، وفما راية، فما راية من الحكم المساعد الأول بن حسن النجار لوجود تسلل أمامكم ضد قائد فريق الملعب التونسي حمدي رويد على الصورة. مخالفة التسلل لصالح النادي الإفريقي. سليمان كوليبالي يلعب مع عاطف التخيلي، عاطف التخيلي في ساقه يحط الكرة في التمس حارس الافريقي. 3 دقائق فقط على نهاية الوقت الاصلي، لا تغيير في النتيجة الى حد الان، التعادل متواصل، هدف لهدف سليمان كوليبالي. هذه كانت عملية لصالح الملعب التونسي، يستضيف المرة الثانية، المناسبة الثانية على ميدانه، على أرضية ميدان ملعب المرحوم الهادي نايفر، بعد لقاء في الموسم الفارغ ضد النادي الصفاقسي. تتوزع الكرة وتمر جانبية، تتعدى قدام الحارس عاطف التخيلي وتمشي ركنية. هي إعادة إشارة الحكم المساعد تقول ركنية، لمست الكرة ما لمستش في سيف رأس سيف دقاء. الحكم كان أقرب والحكم المساعد أيضا. ركنية على يسار الحارس سعد فتخيلي. ننتظر التنفيذ، ننتظر تنفيذ الركنية لصالح الملعب التونسي. دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. كل لاعبي الإفريقي في الدفاع باستثناء المنياوي. تتنفذ الركنية وتخرج الركنية الثانية من نفس الجهة على يسار الحارس سعد فتخيلي. هذا أمامكم سليم جديد رقم 26. الكرة بالفعل لمست في رأس عبد القادر الوسطاتي. سليم جديد يلعب ركنية ثانية، تسديد هدف، هدف ثاني بإمضاء مارسيال كواسي. مارسيال كواسي يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية. الكرة الثانية، الكرة الثانية كانت من نصيب الملعب التونسي، ومارسيال كواسي يضيف الهدف الثاني الإيفواري، 2-1 في الدقيقة 44 من الشوط الأول. هاي الإعادة، مارسيال كواسي يضيف الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي، وإعادة من زاوية أخرى، 2-1 دقيقة 44. مارسيال كواسي، مارسيال كواسي أضاف الهدف الثاني. الملعب التونسي يضغط، خطيرة العملية، والتغطية من بلال عيفة قدام محمد بن علي. الملعب التونسي يباغت بتسديدة قوية بإمضاء مارسيال كواسي. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، تسديدة باليمين قوية على يمين الحارس سعد فتخيلي. 2-1، 2-1 دقيقة على انتهاء الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. بعد أسبقية في التهديف للإفريقي، الملعب التونسي يعدل في مناسبة أولى عن طريق الشيخ محمد توري دقيقة بعد هدف إبراهيم الشنيحي، ثم يضيف الهدف الثاني
في الدقيقة 44 من الوقت الأصلي للشوط الأول. ترجع الكرة من سليمان كوليبالي، تمشي سيف دقاع، يلعب مع الجرة، تتقص الكرة خطيرة، فما مخالفة، ضد النادي الإفريقي، وإنذار يرفع في وجه الجرة. يضغط الملعب التونسي، سجل الهدف الثاني وتحصل على مخالفة بعد نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. عودة بقوة من أبناء ماهر الكنزاري رغم الأسبقية في التهديف الإفريقي عن طريق إبراهيم الشليحي. أمامكم حكم المباراة مراد بن حمزة من رابطة تونس، يدير اللقاء التاسع عليه في الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم. ننتظر تنفيذ المخالفة لصالح الملعب التونسي. جوج دقائق وقت بدل ذائق، يعني قاعدين نلعبوا في الدقيقة الثانية والأخيرة من الوقت بدل الذائق اللي أضافه الحكم مراد بن حمزة لهذا الشوط الأول من لقاء الأجوار بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. تتلفت الكرة وترجع، كانت من سيف الدين العكرمي ثم علاء الدين المسلمي، يلعب كرة في العمق لصالح الملعب التونسي. متواصلة جلاسي، يعكس الهجوم عبد القادر الوسلاتي، والتماس لصالح النادي الافريقي. يتلعب بالتماس عماد المنياوي وفوق المرمى، كانت عملية لصالح النادي الافريقي. كرة خرجت ضربة مرمى، وأعلان الحكم مراد بن حمزة نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء، لقاء الأجوار بين الملعب التونسي والإفريقي، بتقدم الملعب التونسي 2-1 شريط الأهداف. هاو أمامكم إبراهيم الشناعي يفتتح النتيجة الإفريقي. دقيقة 13 إعادة بعد توزيعة من عماد المنياوي، ثم الشيخ محمد توري عدل النتيجة لصالح الملعب التونسي دقيقة بعد نفس الشناعي اللي تشاهدوا فيه الآن. الشيخ محمد توري بتسديده مباشره وممتازه، شوفوا العمليه على يمين العاطف الدخيلي، عدل النتيجه. وفي الدقيقه 44 يعني دقيقه على نهايه الوقت الاصلي لهذا الشوط الاول، الملعب التونسي اضاف الهدف الثاني عن طريق مارسيل كواسي ياهو. هاو امامكم هدف مارسيل كواسي ياهو الثاني لصالح الملعب التونسي. مشاهدينا الكرام أو في القناة الوطنية الأولى، نلتقي مع بداية الشوط الثاني لهذا اللقاء. إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام أو في القناة الوطنية الأولى، أحباء الرياضة، عودة مجددا إلى ملعب المرحوم الهادي النيفذ بباردو. بعد لحظات ينتقل الشوط الثاني من لقاء الأجوار بين النادي الإفريقي ومضيف الملعب التونسي. نتيجة الشوط الأول أسبقية 2-1 لصالح الملعب التونسي بعد مخزن الإفريقي الأسبقية في الدقيقة 13 على طريق إبراهيم الشنيعي. محمد شيخ توري عدل النتيجة في أقل من دقيقة، ثم في الدقيقة 44 من الشوط الأول مارسيال كواسي يضيف الهدف الثاني وانطلاق الشوط الثاني من هذا اللقاء بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. لقاء يحمل رقم 118 في تاريخ لقاءات الفريقين لحساب البطولة الوطنية. والأسبقية في 117 لقاء السابق كانت للإفريقي ب 63 انتصار مقابل 16 انتصار للملعب التونسي. ملعب التونسي لتحضر جماهيره بتقريبا 1500 متفرج، وهذا طبيعي باعتبار ان الجهات الامنيه ما اعطت الترخيص الا في 1000 تذكره فقط.
ورغم هذا أحباء الملعب التونسي موجودين على المدارج في ثاني لقاء على ملعب المرحوم الهادي النيفر بعد لقاء الموسم الفارط موسم 2015 ضد النادي الصفاقسي واللي انتصر فيه الملعب التونسي هدف مقابل صفر، هدف جاء بإمضاء كريم العواضي على أثر ضرب الجزاء. الملعب التونسي من جديد على ملعب باردو 2-1 أسبقية في الشوط الأول لأبناء المدرب ماهر الكنزاري رغم مبادرات الأفريقي بالتسجيل. وهذا أمامكم سليمان كوليبالي تصادم عفوي مع لاعب من جانب الملعب التونسي دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني. لا تغيير في تشكيلتي الفريقين مع انطلاق هذا الشوط الثاني من المباراة. كل مدرب حافظ على نفس التشكيلة اللي بدأ بها اللقاء. ثلاثة أهداف المسجلة إلى حد الآن جاءت من لاعبين أجانب، إبراهيم الشنيحي الجزائري من جانب الأفريقي، ثم هدف التعادل عن طريق محمد الشيخ توري المالي ومارسيال كواسياو الإيفواري. ثلاثة أهداف ثلاثة أجانب في هذه المباراة إلى حد الآن. تبقى العملية التوزيعة قلنا ما فيش تغيير في تشكيلتي الفريقين. سليمان كوليبالي تلقى الإسعافات ورجع بسرعة. أو نذكركم بعجالة بتشكيلة الأفريقي الفريق الضيف عاد فتخيلي بين العيفة سيف تقا سليمان كوليبالي عبد القادر والسادس وسام الحدادي وسام بن يحيى عماد المنياوي إبراهيم الشناحي صاحب هدف الأفريقي بسام السرفي وبوبكر جراء المدرب رود كرون والملعب التونسي قيس العندوني في حراسة المرمى محمد بن علي سيف الدين العكرمي حمدي الوليد علي الدين بوسيمي جسر الخميري مارسيل كواسي زياد العنلي محمد صغير جلاس سليم جديد والشيخ محمد توري المدرب ماهر الكنزاري. ودير هذا اللقاء طاقم تحكيم من رابطة تونس بقيادة مراد بن حمزة ويساعدوه كل من بن حسن نجار كحكم مساعد أول وفاروق بن فرحات حكم مساعد ثاني الحكم الرابع كريم محجوب ويراقب اللقاء مراد الدعمي. هذا اللقاء رقم 9 لحكم الساحة مراد بن حمزة في الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم. سبق له إدارة لقاء الملعب التونسي مستقبل مرسى في الجولة 12 وهذا اللقاء الأول للدوري الإفريقي في هذا الموسم. علاء الدين بوسيمي يلعب كرة طويلة مع سيف الدين العاكلمي لكن تخرج تماس لصالح النادي الإفريقي 4 دقائق بعد انطلاق هذا الشوط الأول. هذا الشوط الثاني من مباراة ترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي على الجهة اليمين وتعود لصالح الملعب التونسي. كان هدف جميل هدف التعادل عن طريق محمد الشيخ محمد توري. تبع العملية لصالح الملعب التونسي وتدخل من بلال العيفة والحكم يقول بعد إشارة مساعده الأول بن حسن نجار يقول ضربة مرمى لصالح الإفريقي وإعادة من زاوية قريبة. كانت كورة بين سليم جديد وبلال العيفة ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي اللي نلقاوه في المرتبة 19 نقطة 5 انتصارات 4 تعادلات و6 هزائم سجل 19 هدف وقبل 15 والملعب التونسي في المرتبة الأخيرة مع خواف القفصة 10 نقاط 2 انتصارات 4 تعادلات و9 هزائم سجل 7 كأضعف خط هجوم وقبل 18 هدف. 50 دقيقة لعب يعني دقيقة خامسة من الشوط الثاني وتدخل أسامة الحدادي شفتوه وربح مخالفة تلعب من سيف تقاء بين العيفة تقاء مرة أخرى مخالفة لصالح النادي الإفريقي يربحها عبد القادر الوسلاتي حامل القميص رقم 17. هي إعادة لعملية المخالفة ضد محمد بن علي أمامكم الظهير الأيمن للفريق الملعب التونسي. الجماهير قلنا تجاوز عددها 1000 متفرج تقريبا 1500 وهذا طبيعي باش ما تكونش الجماهير بأعداد غفيرة باعتباره أن الجهات الأمنية ما عطات التصريح إلا بدخول 1000 متفرج لأكثر في هذه المباراة.
اللي يحضر فيها زاد الجانب وعدد قليل من احباء الافريقي. هنا على مدارج ملعب برضو كره تجاوزت خط التماس باشاره من حكم المساعد الاول بن حسن النجار. هذا بسام السرافي لاعب شاب من مواليد جوان 97 لعب في اصناف الشبان بلعب التونسي ثم تحول للنادي الافريقي. عماد المنياوي يتغيب صبر خليفه على تشكيله النادي الافريقي في هذه المباراه، هداف الفريق الى جانب عماد المنياوي بثلاثة اهداف بسبب الاصابه. وهذا امامكم مارسيال كواسيو صاحب هدفة الثاني للملعب التونسي. تلعب مخالفه بسرعه من وسام بن يحيى جراء تقاء وسام الحدادي. ما زالت الكره للنادي الافريقي. جراء مره اخرى يلعب مع بلال العيفة تمشي لسيف تقاء. باهي العمليه بين وسلاتي واسامه الحدادي. تدخل والكره تماس من محمد من نسيم جديد تماس لصالح الملعب التونسي. كره ضربت في الحدادي الكره الاخيره اللمسه الاخيره كانت في ساق الحدادي. لقاء متاخر لحساب الجوله الاولى اياب الى جانب لقاء ثاني قاعد يتلعب الان بين الملعب القابسي وضيفه نادي الصفاقسي في ملعب المطويه. ست لقاءات اجريت وسجلت خلالها ست اهداف. زوج لقاءات اليوم يكتمل نصاب الجوله الاولى من مرحله ذهاب بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. يتلعب التماس باهي التحذير زياد العونري يرجع بالكره ما زالت لصالح الملعب التونسي لكن من سليمان كولابالي على الدين بوسليمي يلعب مع سيف الدين العكرمي. تخرج تماس لصالح النادي الافريقي. ترجع الكره لصالح النادي الافريقي. هذا لاعب من جانب الملعب التونسي موقع على ارضيه الميدان ان شاء الله لاباس. 54 دقيقه لعب 9 دقائق يعني منذ انطلاق الشوط الثاني للقاء الاجوار بين الملعب التونسي وضيفه النادي الافريقي. اعاده لعمليه المخالفه وسقوط لاعب الملعب التونسي سليم جديد رقم 26. رغم الافريقي خذا الاسبقيه عن طريق ابراهيم الشنيحي في الدقيقه 13 بسرعه في اقل من دقيقه شيخ محمد توري عدل النتيجه الملعب التونسي بهدف جميل. ثم جاء هدف الثاني عن طريق مارسيال كواسيو اسبقيه 2-1 الى حد الان. مشاهدينا الكرام متتبعي القناه الوطنيه الاولى الاسبقيه لصالح ابناء باردو. جراء يلعب مع الحدادي يعكس الهجوم لصالح النادي الافريقي. قلنا منذ بدايه المصافحه ان اللقاء باش يكون مفتوح على جميع الاحتمالات باعتبار ان زوج فرق لهم الامكانيات الكثير كما ان فريق الملعب التونسي يسعى بكل قوه لتدارك خيبات مرحله الذهاب والعوده بقوه في هذه المرحله. ملعب التونسي من اللاعبيه عندهم كانت كبيره وضربه جزاء يقول الحكم مراد بن حمزه. مراد بن حمزه يقول ضربه جزاء لصالح النادي الافريقي في الدقيقه 55 من المباراه اي الدقيقه العاشره من هذا الشوط الثاني. هي الاعاده ابراهيم الشنيحي وكانت كوره بينه وبين مارسيال كواسيو. شاهدوا الاعاده مارسيال كواسيو والحكم مراد بن حمزه يقول ضربه جزاء لصالح النادي الافريقي. هاي اعاده من زاويه اخرى كانت كوره بين مارسيال كواسيو والشنيحي. الحكم مراد بن حمزه دون تردد
يعلن على ضرب الجزاء لصالح النادي الافريقي. هل يكون هدف التعادل للافريقي والثاني لابراهيم الشناحي باعتباره انه هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربه الجزاء في هذه الدقيقه 56 من المباراه؟ الشناحي يقدم على يمين الحارس الحمدوني عند النتيجه 2-2. الهدف الثاني لصالح النادي الافريقي بامضاء ابراهيم الشناحي، ثنائيه للشناحي. هاو امامكم على يمين الحارس قيس العمدوني، يعدل النتيجه في الدقيقه 56. الدقيقتين 13 و56 ثنائيه لابراهيم الشناحي 2-2. تعود المباراه الى نقطه البدايه، التعادل لكن تعادل ايجابي 2-2. ترجع الكره لصالح النادي الافريقي. الجراء حدادي، حدادي حلوه مع شناحي، شناحي التحذير للمنياوي وقيس العمدوني يرجع. رويد، ممتازه من رويد راسيه، الحارس مرماه قيس العمدوني. الحكم مراد بن حمزه يأمر بإيقاف اللعب. قيس العمدوني أمامكم على الصورة. التحية مجددا لكل متتبعي القناة الوطنية الأولى وأيضا أحباء الفريقين، أحباء الملعب التونسي والنادي الأفريقي اللي تابعوا فينا من خلال الشاشة. وهذا فكرة عن جانب من أحباء البقلاوة اللي يحضر على مدارج ملعب المرحوم الهادي النيفل. أنا متأكد لو كانت الأعداد والتذاكر الممنوحة أكبر من 1000 تذكرة اللي يقع الترخيص بها لكان الحضور الجماهيري لأحباء باردو كبير. نعرف التاريخ وعلاقة فريق باردو وجماهيره العريضة، وعملية انتهت بضربة مرمى لصالح الملعب التونسي. أمامكم بسام السرافي وهذا سيف الدين العكرمي مدافع الملعب التونسي. 2-2 بين الملعب التونسي وضيف النادي الافريقي في هذا اللقاء المتاخر لحساب الجوله الاولى اياب من مرحله بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. هذا عدد قليل وجانب من مشجعي النادي الافريقي هنا في ملعب باردو. سليمان كوليبالي مش يلعب التماس، يلعب مع عماد المنياوي، يتبع فيه حمدي الويل، ما تخرجش الكرة، اختيارها لصالح النادي الافريقي، والتغطية في آخر لحظة من جاسر الخميري قدام إبراهيم الشناحي، ثنائية للجزائر الشناحي في هذه المباراة، هدف في الدقيقة 13، والثاني عدل به النتيجة في الدقيقة 56 من المباراة، وهي إعادة من قريب، كرة لمست من خرجت من جاسر الخميري. الشناحي ينفذ يخرج العمدوني ما يخذاش لكن تخرج مباشرة ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي. ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي والكرة باش ترجع من قيس العمدوني حارس المرمى. ترجع كرة تليلة عالية شيخ محمد توري سي مجديد عونلي مارسيال كوسياو محمد بن علي يعمل مراوغة يتعدى ممتازة للمدافع الشاب يوزع في دين الحارس عاطف التخيلي ياخذ الكرة ترجع لصالح النادي الافريقي مرة أخرى طويلة في اتجاه إبراهيم الشناحي قبله حمدي رويد بسام السرافي ومعه المسلمي سيف الدين العكرمي. سيف الدين العكرمي يعمل تشجيعة طويلة ثم سليمان كوليبالي في التغطية باش يرجع الكرة للحارس والله واضحة عارف الدخيلي ساق الكرة طويلة وعالية في اتجاه المنياوي ثم مخالفة الحكم مراد بن حمزة لصالح الملعب التونسي يربحها محمد الصغير الجلاسي إن شاء الله لبس لعب الملعب التونسي بعد شوف الإعادة رويد كان أسبق من المنياوي مراد بن حمزة بإشارة كما قال تشوفوا
يطلب اخراج اللاعب على حافه الميدان كما تصميم القوانين بمواصله الاسعافات وان شاء الله لباس مره اخرى لمحمد الصغير الجلاصي. شوف التغطيه من حمد الويل ثم جات المخالفه وسقوط محمد الصغير الجلاصي من جانب الملعب التونسي. 61 دقيقة لعب إلى حد الآن، يعني 16 دقيقة على انطلاق هذا الشوط الثاني. النتيجة تغيرت مشاهدينا الكرام، أصبحت 2-2 بعد أسبقية للملعب التونسي، تواصلت إلى حد الدقيقة 55 من المباراة. شنيحي يضيف الهدف الثاني ليه وللإفريقي. كرة طويلة اتجاه الشيخ محمد توري، رأسية عاطف التخيلي ياخذ كرة ويرجعها قدام سيف دقاء أو أسامة الحدادي يلعب مع ديارة. بلال العيفة سيف دقاء ومازال أمامكم محمد الصغير الجلاصي يتلقى في الإسعافات. فما لاعب قاعد يقوم بالحركات التسخينية من جانب الملعب التونسي وهو عبد الله السوداني، هذا لاعب موريتاني الجنسية. إبراهيم الشنيحي عمل مراوغة بمارسيال كواسي، ترجع الكرة وسام بن يحيى، بلال العيفة، أحداث سليمان كوليبالي، كوليبالي ما تتعداش الكرة من سليم الجنيد أو أمامكم تخرج تنس. تلعب رأسية رويد قدام إبراهيم الشنيحي، ترجع من جانب الملعب التونسي سيف الدين العكرمي، ثم تتواصل العملية من زيد العنلي والحكم برضو طالبوا بأسبقية اللعب. ماهر الكنزاري كان يطالب بمنح الأسبقية في اللعب لكن الحكم رجع للمخالفة. هذا التغيير الأول من جانب الملعب التونسي يأتي من جانب مدرب ماهر الكنزاري، رقم 23 شهاب العوني يعوض محمد صغير الجلاصي، تغيير اضطراري يقوم به المدرب ماهر الكنزاري على يد المسلمي. يلعب مع العكرمي لكن قبله بسام السرارفي. ومن جانب النادي الافريقي قاعد نشوف في رقم 24 سيف الدين الجزيري بجانب بنك احتياط النادي الافريقي يقوم بالحركه التسخينيه تم العمليه. الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح الملعب التونسي. هدف ثالث جميل بامضاء الشيخ محمد توري في الدقيقة 64 من المباراة. هدف ثاني جميل للشيخ محمد توري وهو الثنائية لهذا المهاجم. شوفوا هدف جميل في الدقيقة 64، الشيخ محمد توري ثنائية وهدف ثالث جميل بعد هدف تعادل، هدف أول للشيخ محمد توري، هدف جميل أيضا ثنائية للشيخ محمد توري، 3-2 لقاء مشوق، لقاء حماسي، تسابق وتلاحق في التهديف وفرحة أحباء ومشجعي البقلاوة على الصورة. 3-2، 5 أهداف إلى حد الآن في 65 دقيقة لعب، 5 أهداف كاملة، 2 من جانب الإفريقي ثنائية للشنيعي و3 للملعب التونسي ثنائية للشيخ محمد توري وهدف لمارسيال كواسي، 2 للمالي وهدف للإيفواري و2 أهداف لإبراهيم الشنيعي الجزائري. 5 أهداف مسجلة من 3 لاعبين أجانب. سيف دقاء سليمان كوليبالي سيف الدين العكرمي، ترجع لصالح الملعب التونسي. خطير العكرمي مع كوليبالي، كوليبالي ياخذ الكرة والتماس، تماس لصالح الملعب التونسي. صابر خليفة يتغيب عن تشكيلة الإفريقي بسبب الإصابة، هذا المدرب براد كرال تم العملية. زياد العنلي
والكرة تخرج لصالح الملعب التونسي أو العونالي أمامكم. هدف جميل للشيخ محمد توري، ثنائية لتوري وهدف ثالث في الملعب التونسي. ركنية تتلعب على يمين الحارس سعد التخيلي، العكرمي يوزع ترجع من سيف ثقاء في اتجاه ابراهيم الشنيحي من جديد لصالح الملعب التونسي. ارتفع لسق اللعب، ترجع لوسام بن يحيى، يتواصل حمار عماد المنياوي. المنياوي يعمل مراوغه في مناطق الملعب التونسي وتلمس الكره في يد المنياوي. كان بالامكان استغلال الوضعيه افضل من هكا من عماد المنياوي. يتواصل حوار قوي بين الملعب التونسي والافريقي وعلى حافه الميدان بين ماهر الكنزاري ورد كرون. شوفوا عماد المنياوي في يده اليسار لمست الكره، هي اعاده من زاويه اخرى وتدخل على ادي البوسليمي. لاعب ثاني من الملعب التونسي امامكم على الصوره، عبد الله السوداني موريتاني الجنسيه باش ياخذ مكانه. تغيير ثاني يقوم به المدرب ماهر الكنزاري، يعوض زياد العونلي. زوج تغييرات من جانب الملعب التونسي، زوج تغييرات يقوم بها المدرب ماهر الكنزاري. عبد الله السوداني موريتانيا الجنسيه ياخذ مكان زياد العونلي، ومن جانب النادي الافريقي رد كرون شقهم سيف الدين الجزيري وموجود على حافة الميدان ويعود عماد المنياوي. ها هو التغيير أمامكم. زوج الانتصارات الأخيرة للملعب التونسي ضد النادي الإفريقي في البطولة كانت في شهر جوان 2012 بفضل ضربات الجزاء، وفي اكتوبر 2003 مقابل واحد. ارقام مدنا بها مشكور زميلنا عماد الكيلاني. ثم لاعب ملقى على ارضيه الميدان بعد هذه العمليه كيف قاعدين تلاحظوا. ان شاء الله لاباس. المدرب ماهر الكنزاري مدرب الملعب التونسي امامكم. تسعة وستين دقيقة لعب إعادة، كرة كانت بين ديارة ومحمد بن علي الظهير الأيمن للفريق، مدافع شاب. إن شاء الله لاباس لمحمد بن علي بعد هذه العملية. هذا جمال الإمام اللاعب الدولي السابق لعب الملعب التونسي. يخرج محمد بن علي لاستكمال الاسعافات على حافه الميدان على حافه التماس، باش يتواصل اللعب بتماس لصالح الملعب التونسي. ثلاثه مقابل اثنين، ذكروا مشاهدينا الكرام الاسبقيه الملعب التونسي الى حد الان خمسه اهداف كامله، اثنين الافريقي ثنائيه لابراهيم شنيعي وثلاثه الملعب التونسي منها ثنائيه للشيخ محمد توري وهدف لمارسيال كواسياو. خمسة أهداف إلى حد الآن في 70 دقيقة لعب. تسابق وتلاحق في التهديف، الإفريقي خذ الأسبقية هدف مقابل شيء، الملعب التونسي عدل النتيجة ثم أضاف هدف ثاني، النادي الإفريقي سجل هدف التعادل 2-2 ثم الملعب التونسي أضاف هدف ثالث. تابع العملية بسام السرافي، السرافي بذكاء كبير يرفع كورة باليسار، كانت كورة على ساقه اليمين لكن رفعها بالساق اليسار. لعب إمكانيات فنية كبيرة. هاو أمامكم بسام السرافي، الكرة كانت على ساقه اليمين لكن رفعها باليسار، تخرج الكرة لصالح الملعب التونسي بضربة مرمى. هل يواصل الملعب التونسي الأسبقية أم يعد الإفريقي؟ كل الاحتمالات موجودة في هذه المباراة بين العريقين الإفريقي والملعب التونسي في هذا الدربي المشوق. وسام بن يحيى
يلعب مع سيف التقاء. سيف التقاء تمشي الكرة ما زالت عند أسامة الحدادي. جراء يرجع لبلال العيفة. بلال العيفة يعمل كرة ترجع من وسام بن يحيى، ما تتعداش لابراهيم الشناحي. حمزة العقربي شد الجهة اليمين، تبوا العملية من حمزة العقربي، من غازي العيادي عفوا، هو اللي خذا مكانه على الجهة اليمنى. منه الشفاء والعودة السريعة لحمزة العقربي. سيف الدين العقربي في حوار مع عبد القادر الوسلتي. غازي العيادي على الجهة اليمين، على اليسار أسامة الحدادي في المحور. تقاوى بلال العيفة، قدامهم سليمان كوليبالي. سليمان كوليبالي على اليمين، قدامهم جرى. سيف الدين الجزيري يقدم الخط الأمامي. 72 دقيقة لعب. حكم المباراة من رابطة تونس أمامكم مراد بن حمزة في 9 لقاء ليه في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لهذا الموسم. مراد بن حمزة ينبه على سيف الدين العقربي وأيضا عبد القادر الوسلتي. تهدئة الخواطر على الدين المسلمي. مش يلعب المخالفة لصالح الملعب التونسي. علاء الدين المسلمي والتغيير الثاني من جانب الافريقي يقوم به رد كران لوسلاتي، يخلي مكانه لتجاني بن عيد. عبد القادر الوسلاتي يخلي مكانه لتجاني بن عيد. كنتوا تشاهدوا فيه على الصوره تلعب غازي العيادي في التغطيه. سيف الدين العكرمي اختيره يخرج عاطف التخيلي ياخذ كورته. وسام الحدادي، حدادي يلعب مع ابراهيم الشناحي. ثم سيف الدين الجزيري يطلب الكرة، حدادي يلعب. ترجع من كرة تجاني بن عيد، رجعت الشيخ محمد توري. الشيخ محمد توري حلو، الشيخ محمد توري ما زالت لأبناء الملعب التونسي الكرة. تواصل العملية، توسيعة اتجاه سليم جديد، اختير العملية، يعمل مراوغة ويسجل الهدف الرابع. الهدف الرابع لصالح الملعب التونسي، الهدف الرابع لصالح الملعب التونسي. هدف جميل، مراوغة بعرض في التخيلي، 4-2 لصالح الملعب التونسي في الدقيقة 74 من المباراة. 74 دقيقة، شوفوا الإعادة، إعادة لعملية الهدف. سليم جدير يعمل مراوغة بالعرض على التخيلي، يحط الكرة على اليسار. سليم جديد 74 دقيقة، 4-2 لصالح الملعب التونسي. هاي الإعادة، ياخذ الكرة، يعمل مراوغة بالتخيلي ويحطها في الشباك. 4-2 لصالح الملعب التونسي. سيناريو مشوق في هذه المباراة وإنذار بعد نزع القميص. 4-2 وفرحة أحباء برضو بهذا الهدف الرابع. بقلاوة تتقدم في النتيجة 4-2 على حساب النادي الافريقي. ثم ورقة حمراء، ورقة حمراء ترفع في وجه وسام بن يحيى يبدو قائد الفريق. ورقة حمراء وأربعة مقابلتين. وسام بن يحيى يغادر الميدان، يدخل حجرات الملابس. 4-2 لصالح الملعب التونسي الأسبقية. أو نعطيكم شريط الست أهداف المسجلة إلى حد الآن. زوز أهداف من جانب النادي الإفريقي، ثنائية لإبراهيم الشناحي، وأربع أهداف للملعب التونسي، ثنائية للشيخ محمد توري، هدف لمارسيال كواسياو وهدف لسيم جديد. هاو امامكم على الصوره 4-2 لصالح النادي الملعب التونسي الى حد الان، اسبقيه على حساب النادي الافريقي.
في هذا اللقاء المتأخر لحساب الجولة الأولى من مرحلة مسابقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بلا اللعيفة يلعب كرة طويلة في اتجاه سيف الدين الجزيري، وتدخل من علاء الدين المسلمي يحط كرة في التماس. طقس برد، أكثر من 1000 متفرج من جانب الملعب التونسي يحضروا المباراة، رغم أن الأعداد ما كانتش مسموحة من الجهات الأمنية بأكثر من 1000 متفرج. ألف تذكرة وضعت على ذمة أحباء الملعب التونسي، فما جانب من أحباء الإفريقي قاعدين يتابعوا أيضا في المباراة. من على مدارج ملعب المرحوم الهادي نايفر بباردو، حكم اللقاء مراد بن حمزه من رابطة تونس في 9 لقاء له هذا الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. وقيس العمدوني يرفع في وجه الإنذار، إنذار لحارس مرمى الملعب التونسي قيس العمدوني. تماسي صالح النادي الإفريقي على اليسار، أسامة الحدادي أو أمامكم الحدادي يلعب التماس، ترجع له من تجاري من عيد بعزيمة كبيرة. الملعب التونسي إلى حد الآن يتقدم في النتيجة، صراحة أداء الملعب التونسي أفضل إلى حد الآن في هذا اللقاء. السيطرة جسمها بأربع أهداف، هاو مارسيال كواسي يهو يربح مخالفة. دقيقة 71 من المباراة، تسليم جديد أضاف الهدف الرابع لصالح الملعب التونسي. 6 أهداف كاملة إلى حد الآن. هدف أول إبراهيم الشنيحي في الشوط الأول دقيقة 16، ثم دقيقة أو أقل شوية محمد شيخ نوري عاد النتيجة للملعب التونسي، يعني دقيقة 14 تم العملية لصالح الملعب التونسي والتغطية. قلنا دقيقة 14 الشيخ محمد توري عدل النتيجة لصالح الملعب التونسي، ومارسيال كواسي هو أضاف الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي في الدقيقة 44. شوط أول انتهى على أسبقية 2-1 لصالح الملعب التونسي، وإذا لاعب ملقى من على أرضية الميدان من جانب الملعب التونسي رقم 20 جاسر الخميلي ان شاء الله لاباس. قلنا اسبقيه 2-1 لصالح الملعب التونسي في الشوط الاول. في الشوط الثاني دقيقه 56 من المباراه، ابراهيم الشنيحي اضاف الهدف الثاني ليه وهدف التعادل 2-2. ثم جاء الهدف الثالث لصالح الملعب التونسي أو إعادة لعملية المخالفة مرتكبة على جسر الخميري. الهدف الرابع كان بإمضاء سليم جديد من جنوب الملعب التونسي في الدقيقة 71 من المباراة. 4 أهداف مقابل 2 لصالح الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي. ثنائية للشيخ توري، الشيخ محمد توري، هدف مارسيل كوسي، ثم هدف رابع بإمضاء سليم جديد. 4 أهداف لصالح الملعب التونسي مقابل 2 للإفريقي بإمضاء إبراهيم الشنيحي في لقاء يحتل ملعب المرحوم الهادي النايفر بباردو. الملعب التونسي يتقدم إلى حد الآن 4-2، 6 أهداف كاملة. لقاء دون حسابات، مفتوح على جميع الاحتمالات. فرحة أحباء باردو، أحباء الملعب التونسي بهذه الأسبقية على حساب ضد النادي الإفريقي. الخميري مازال موقع على أرضية الميدان، إن شاء الله لاباس. لاعب الملعب التونسي 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
الأسبقية 4-2 لصالح الملعب التونسي. هاو خارج الملعب برضو أمامكم، وفكرة عن ملعب المرحوم الهادي نايفر يحتضن اللقاء الثاني ليه بعد لقاء الموسم الفارط للنادي الصفاقسي. الخميل يقوم لاباس، الخميل يقوم لاباس ويرجع للميدان. التوقيت امامكم 82 دقيقة لعب الى حد الان، تم العملية من الجانب العين. حاول طلب الكرة خل لكن ما تعدتش الكرة، ترجع غازي العيادي يلعب مع بسام السرافي تيجاني بن عيد، يسكون أسامة الحدادي قبل محمد بن علي، ممتاز هذا المدافع مارسيال كواسي يهو يرفع للشيخ محمد توري مع بلال العيفة. مارسيال كواسي مرة أخرى، إبراهيم الشنيحي بن عيد جلا يلعب مع العيفة، بلال العيفة سيف الطقاء، سيف الطقاء ما زالت الكرة لصالح النادي الافريقي ومخالفة ضد علاء الدين البوسليمي، يربحها ابراهيم الشناحي صاحب زوج اهداف الافريقي. التغيير الثالث والاخير يقوم به المدرب ماهر الكازاري رقم 3 العربي الموقعدي باش ياخذ مكانه. تابوا العملية من بسام السرافي يخرج العمدوني ياخذ الكرة. 83 دقيقة لعب إلى حد الآن، الملعب التونسي متقدم على حساب على النادي الإفريقي 4-2. أهداف الملعب التونسي مسجلة إلى حد الآن، ثنائية للشيخ محمد توري، هدف لمارسيال كواسي وهدف لسيم جديد، والآن التغيير الثالث والأخير. المقعدي أمامكم، ياخذ مكانه في تشكيلة المدرب ماهر الكازاري عربي المقعدي. تابعوا العملية بتاع التنفيذ التمس أسامة الحدادي، مازالت سيف الدين جزيل، جزيل يبحث على الثغرات لكن فما مخالفة ضد محمد بن علي، يربحها سيف الدين الجزيري. دقيقة 85 من المباراة قربا يعني بعد الثواني. الأسبقية متواصلة مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الأولى لصالح الملعب التونسي 4-2. تنفذ المخالفة ترجع من جديد لصالح النادي الافريقي، ورويد في التغطية مرة أخرى، حمدي رويد رأسية كرة طويلة، خطير الهجوم 3-2، خطير العملية للشيخ محمد توري، والتغطية من غازي العيادي هذه المرة. إبراهيم الشنيحي، إبراهيم الشنيحي ما زالت عنده كورة، ممتاز الشنيحي. ثم سيف الدين العكرمي يرجع الكرة لصالح الملعب التونسي، مارسيال كواسي يربح التماس بعد إشارة من حكم المساعد الثاني فاروق بن فرحات. تماس لصالح الملعب التونسي، طقس برد. هاو أمامكم الموريتاني عبد الله السوداني على الصورة، وهاشم الملعب التونسي. 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء، دون اعتبار طبعا ما قد يضيف الحكم مراد بن حمزة من وقت بدل رائع في هذا اللقاء المتأخر لحساب الجولة الأولى إياب. تعب المخالفة طويلة، نقص عددي في صفوف النادي الافريقي بعد اقصاء وسام بن يحيى قائد الفريق، هذا زاد صعب مهمه الافريقي
القاعة جبحه على تعديل النتيجه وتسجيل الفارق، هذه مخالفه اعاده. شوف رفع الرجل من سيف الدين العكرمي قدام سيف الدين الجزيري الحكم مراد بن حمزه. يا ريفي قول مخالفه. لصالح النادي الافريقي. ويطلب من سيف الدين العكرمي تغيير القميص بتاعه. يعني حتى الملعب التونسي منقوص من اللعب لحد الان، لان الحكم مراد بن حمزه خرج سيف الدين العكرمي باش يغير القميص. اتفت من تجانب بعيده عاليه عاليه برشا الكره في مرمى الحارس قيس العمدوني. ها امامكم سيف الدين العكرمي غير القميص، لان يعني القميص كانت عليه دماء يعني. غير قميصه ورجع بقميص جديد. طلب الاذن من الحكم. ها امامكم سيف الدين العكرمي بعد تعرض الاصابه على مستوى الفم. يرجع العكرمي اذا في الدقيقه 87 من زمن لقاء هذا الدربي، لقاء الاجوار بين افريقيا والملعب التونسي. حذرني من العمليه، خطير هذا المهاجم محمد الشيخ موري ممتاز. سجل ثنائيه، سجل زوج اهداف ممتازين جدا. هدف التسديده المباغته كيف ما جات الكره على يمين الحارس سعد فتخيلي، وهدف ثاني بتسديده ازدواجيه غلط بها عاد فتخيلي. زوج اهداف رائعين للشيخ محمد توري. مهاجم عنده امكانيات فنيه وبدنيه هائله الى جانب مارسيال كواسي ايضا. الملعب التونسي شفناه اليوم بمستوى ممتاز، وجه ممتاز قدمه ضد الافريقي لحد الان، وهذا يعكس الاسبقيه اللي ماخذها 4 أهداف مقابل 2. لصالح الملعب التونسي جمال الدين امام كنت تشاهدوا فيه على الصوره، اللاعب الدولي السابق لاعب الملعب التونسي، تاريخ كبير لجمال الامام على ملعب التونسيه. الشيخ محمد توري امام خرج لاستكمال الاسعافات مع الاطار الطبي للملعب التونسي. دقيقه على نهايه الوقت الاصلي للمباراه. هذا قيس العمدوني، قيس العمدوني رجع كرة فينا في وسط الميدان. حوار ينتهي لصالح الافريقي. سيف القاع اسامه الحدادي، اسامه الحدادي يلعب مع ابراهيم الشناحي. ابراهيم الشناحي المقابله السائره في انتصار يحمل رقم 17 للملعب التونسي ضد النادي الافريقي في تاريخ لقاءات الفريقين. دقيقه فقط على نهايه الوقت الاصلي، 4 مقابل 2 نقص عددي في صفوف الافريقي بعد اقصاء وسام بن يحيى قائد الفريق. هذا يؤكد بان الانتصار سيكون لصالح الملعب التونسي. يخرج قيس العمدوني ياخذ الكره قدام سيف الدين الجزيري. هو امامكم سيف الدين الجزيري. الافريقي يحاول تذليل الفارق دون فائده. زاد النقص العددي، صعب من مهمة الفرقة في هذه المباراة بعد هدف الثالث الرابع للشيخ محمد توري. لكن للتأكيد يقولوا أن الملعب التونسي كان أفضل من الإفريقي في هذه المباراة وجسم سيطرته ب4 أهداف إلى حد الآن. نهاية الوقت الأصلي، الدقيقة 90 و6 دقائق، وقت بدل ضاع كامل. هاي اللوحة الحكم كريم محجوب، الحكم الرئيسي مولد بن حمزة أضاف 6 دقائق كوقت بدل ضاع وإعادة لعملية المخالفة. يخرج محمد بن علي مرة أخرى، سرعة في عكس الهجوم ورايا
رايه لوجود تسلل ضد الموريتاني عبد الله السوداني من جانب الملعب التونسي. هاو امامكم الدقيقه الاولى من زمن الوقت بدل الضائع اللي اضاف الحكم مراد بن حمزه. تغطيه اولى من الخميري والثانيه من نرويد مخالفه لصالح الملعب التونسي، مخالفه لصالح الملعب التونسي. يربحها قائد الفريق حمدي رويد. كانت كوره مع بلال العيفة. هاي اعاده، اعاده لهذه العمليه اللي جابت المخالفه لصالح الملعب التونسي. الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع، يعني ما زالت اربع دقائق. ملتقطي الكره من الملعب التونسي، إعادة من زاوية أخرى لإصابة حمدي رويد، مخالفة اللي تحصل عليها مدافع الملعب التونسي. ترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي بسام السرافي، بسام السرافي وتدخل حمدي رويد. هذه مخالفة ضده، مخالفة ضد رويد هذه المرة. يربحها إبراهيم الشناحي. شفتوا الإعادة، تدخل حمدي رويد مع إبراهيم الشناحي، مخالفة كانت موجودة. كرة ثابتة كما غازي العيادي بلال العيفة. يبدو أن التنفيذ باش يكون لبلال العيفة بتسديدة قوية. الدقيقة الثالثة، تسديدة قوية من العيفة جانبية، مرت جانبية الكرة، ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي. أمامكم بلال العيفة. دون شك سيكون الانتصار رقم 17 للملعب التونسي في تاريخ لقاءات الفريقين مقابل 63 انتصار للافريقي. انتصار هام جدا لابناء باردو في الجوله الاولى من مرحله الاياب. ملعب التونسي لقاه في المرتبه الاخيره، لكن هذا الانتصار اكيد باش يكون حافز على انطلاقه قويه لابناء باردو في مرحله الاياب. اعاده لعمليه المخالفه المرتكبه من سيف تقاء. رأسية ترجع من أسامة الحدادي لعاطف التخيلي. عاطف التخيلي يرفع كرة عالية ترجع من علاء الدين المسلمي، ثم سيف الدين العكرمي. سيف الدين العكرمي، سيف الدين العكرمي قدامه تجاني بالعيد، يرجع لعلاء الدين المسلمي. توزيعة طويلة في اتجاه الشيخ محمد توري، تعود الأفريقي. مسلمي في التغطية مرة أخرى، مخالفة ضده يقول الحكم، مخالفة ضد علاء الدين المسلمي. تلعب من جانب العيد، سيف الدين الجزيري يقصها مارسيال كواسياو، يرجع لحمدي رويد. حمدي رويد، حمدي رويد يوزع كرة طويلة. التغطية من سيف تقاء ثم أسامة الحدادي. أربع دقائق من ستة كوقت بدل الضائع مرت الآن، مازالوا دقيقتين. غازي العيادي، غازي العيادي يرفع كرة بلال العيفة رأسية أولى تبشي لإبراهيم الشناحي وعلى أدي مسلمي في التغطية، ما ياخذهاش جراء. تتعدى الشيخ محمد توري، مخالفة، مخالفة لتوري واضحة، مخالفة واضحة الشيخ محمد توري. شوفوا اليد اليمين بتاع جراء، واضحة المخالفة المرتكبة ضد الإفريقي. ترجع من الخميري، محمد بن علي، محمد بن علي يرجع للخميري. الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، كرة مرفوعة لسيف الدين العكرمي ومعه بسام السرافي. سليم جديد سحب الهدف الرابع، خطيرة وتسديدة من بعيد جانبية لمرمى الحارس سعاد فتخيري. كانت محاولة من سحب الهدف الرابع أمامكم سليم جديد. أربعة مقابل اثنين، ست أهداف كاملة في هذا الدربي لقاء الأجوار بين إفريقيا والملعب التونسي. شيخ محمد توري المقعدي، عربي المقعدي، والكرة تخرج تمس لصالح الملعب التونسي بعد الثواني على نهاية الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. الملعب التونسي متقدم نقولوا أمام الإفريقي، أربعة مقابل اثنين. تابعوا الكرة الأخيرة، نقص عددي في صفوف النادي الافريقي بعد اقصاء وسام بن يحيى. هدف كذا، كانت خطيره العمليه،
كان يكون الهدف الخامس لصالح الملعب التونسي. خطيرة العملية في الثواني الأخيرة من الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كانت فرصة خطيرة لصالح الملعب التونسي. أربع أهداف مقابل اثنين، تتواصل الأسبقية، أسبقية الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي في هذا اللقاء المتأخر بحساب الجولة الأولى إياب. وأعلن الحكم مراد بن حمزة نهاية المباراة بتفوق الملعب التونسي على حساب على النادي الإفريقي، أربع أهداف مقابل اثنين. هاو بعجلة شريط الأهداف المسجلة في هذه المباراة. هدف أول لصالح النادي الإفريقي بإمضاء إبراهيم الشناحي في الدقيقة 13 من الشوط الأول. هذا من الأهداف أمامكم، أهداف الشوط الثاني. هذا إبراهيم الشناحي، هدف التعادل. النتيجة أصبحت 2-2 بين إفريقي والملعب التونسي. ثم بعد هدف إبراهيم الشناحي والتعديل من جانب النادي الإفريقي، النتيجة صارت 2-2 بين الملعب التونسي والإفريقي. جاء الهدف الثالث للملعب التونسي عن طريق الشيخ محمد توري، هدف رائع في شباك الحارس عاطف الدخيلي، هاي إعادة من زاوية أخرى. ثم جاء الهدف رقم أربعة عن طريق سليم جديد، هدف رابع لصالح الملعب التونسي، أربعة مقابل اثنين بقلاوة، وهو الانتصار رقم 17 للملعب التونسي في تاريخ لقاء الفريقين. مشاهدينا الكرام متتبعين قناة الوطنية الأولى، هاو هدف سليم جديد، شوفوا الإعادة، هدف جميل. مشاهدينا الكرام متتبعين قناة الوطنية الأولى، شكرا على حسن المتابعة والانتباه، أجمل تحيات كامل لفريق التلفزيون اللي أمنكم هذا اللقاء، محدثكم شكيب الخويلدي، نلتقي في مناسبات رياضية قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.